الرحلة هذه المرة قادتنا إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية الواقعة عند نهر لوغون الذي يتفرع عن نهر الراين الحد الفاصل بين ألمانيا وفرنسا. تعتبر من أهم وجهات السياحة في فرنسا وتشكل مركزاً معمارياً وهندسياً وطبياً وإعلامياً بارزاً. على نهر لوران من المدن الفرنسية العريقة، وهي من إقليم الألزاز، تقع شرق فرنسا، تعتبر مدينة حدودية وذلك لقربها من ألمانيا، حيث لا تبعد عنها إلا بحوالي 20 كيلومتر فقط، قريبة من بادن باند وميونيخ وزيوريخ. مرحبا بكم في ستراسبورغ. مشهورة بعماراتها الجميلة والمواقع السياحية المنتشرة فيها. كما أن أصولها الحضارية تمتد إلى الإمبراطورية الرومانية، وأعلن عنها سنة 198 ميلادي كأحد مواقع التراث العالمي في قائمة اليونسكو، وتعتبر كاتدرائية ستراسبورغ رمز المدينة الأول، ويشار إلى أنها من أعلى الكاتدرائيات في العالم، وتتميز بأنها مصنوعة من الرمل الأحمر. إحدى أبرز معالم السياحة في ستراسبورغ، من أشهر كنائس أوروبا، فقد كانت في فترة من الزمن تعتبر أطول مبنى في العالم، وفي وقتنا الحالي أو في يومنا هذا لا تزال الأطول، ولكنها سادس في العالم والثانية في أوروبا. طولها يتجاوز 142 مترا، ومبنية طبعا على الطراز القوطي. كما يوجد في المدينة القديمة عدد من القنوات الخلابة التي تعلوها جسور حجرية ومباني عتيقة كثيرة مبنية وفق طراز يجمع بين النمط المعماري الفرنسي والألماني. بداية رحلتنا كانت من كاتدرائية ستراسبورغ، إحدى أبرز معالم السياحة في ستراسبورغ، وهي أيضا من أشهر كنائس أوروبا، فقد كانت في فترة الماضية من الزمن تعتبر أطول مبنى في العالم، وهي في يومنا هذا سادس أطول كنيسة في العالم، مبنية على الطراز القوطي، وتتمتع بجمال مدهش يظهر في تفاصيل عمارتها، هي من أشهر كنائس أوروبا، وكانت أطول بناية في القرن السابع عشر الميلادي، حيث بلغ ارتفاعها حوالي 142.11 مترا، واليوم هي مصنفة كثاني أطول كاتدرائية في فرنسا بعد كاتدرائية روان التي يبلغ طولها 151 مترا. Bonjour, vous êtes italien ? Oui, je suis italienne, mais je suis ici pour travailler pour quelques jours pour une conférence. Mais je suis venu à voir la cathédrale, que c'est une chef-d'œuvre d'Europe. Et aussi, c'est la ville où on trouve le Parlement européen. Et alors, la cathédrale a son importance, surtout à l'intérieur, où il y a des... pour moi, l'horloge, c'est la chose la plus intéressante, parce qu'il y a des mécanismes très, très intéressants, oui, et surtout parce qu'il est d'origine du Moyen-Âge, et parce qu'il y a la représentation des mages qui sont allés à la nativité de Jésus. Je suis Christophe de Toulouse, je suis venu visiter la cathédrale de Strasbourg, voilà, qui est une très jolie cathédrale, la visite est gratuite, voilà, donc vous pouvez venir, vous aussi, la visiter.
Oui, non, la cathédrale, c'est Strasbourg. En fin de compte, les gens, quand ils viennent ici, ils voient la cathédrale parce que c'est personnel, caractéristique à Strasbourg. Alors c'est une église, en réalité une église catholique, mais nous acceptons et nous avons également des protestants qui viennent, des musulmans parfois prêcher, et puis des juifs, d'israélites, etc. Voilà. Sinon, il y a des gens qui croient que c'est un château, mais c'est pas un château, c'est bien une église. Et les touristes, moi je suis souvent de garde ici pour éviter que les gens rentrent par la sortie, parce qu'il faut qu'ils fassent fouiller à l'entrée. Et très souvent, les gens me disent « croque que c'est beau » quand ils sortent. Ils sont émerveillés, quoi, par... ouais. شكرا عزيزتي، أنا بشكر القائمين على هذا المشروع على دعوة سفارة المملكة العربية السعودية لحضور هذه المناسبة، وصلهم مع دول المنشأ سواء تركيا أو كانت دول المغاربية، يعول على هذا المناسبة وأنا أحضر هنا بالنيابة. تم بناء الكاتدرائية بين عامي 1176 و1439 على طريقة المعمار القوطي المليء بالتفاصيل المعمارية، محاط بالأنهار من أربع جهات تشد أنظار كل من مر من جانبها، وأدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما أنها وجهة سياحية مميزة للتاريخ تستقطب ما لا يقل عن 4.5 مليون زائر سنوياً. كما تحتل الكاتدرائية القوطية المذهلة مكانة عالية في وسط هذا المركز بأحجارها الرملية الوردية والمنحوتات المعقدة الموجودة منذ 300 سنة، وتتناثر حولها المحلات التجارية والمقاهي بألوانها وموسيقاها المبهرة. نتواجد الآن بأكبر ساحات المدينة، وهي من الأماكن السياحية في ستراسبورغ بفرنسا، تجري فيها العديد من الأنشطة الترفيهية، وسميت بهذا الاسم أي ساحة غوتنبرغ تيمنا بمخترع آلة الطباعة الأولى وهو يوهان غوتنبرغ. تتميز الساحة بوجود تمثال ضخم يتوسطها، تابعونا للتعرف عليها أكثر. وليس بعيد عنها اتجهنا مباشرة إلى ساحة غوتنبرغ، أكبر ساحات المدينة تقع في وسطها، وهي من أماكن السياحة في ستراسبورغ فرنسا، تجري فيها العديد من الأنشطة الترفيهية، وقد سميت بهذا الاسم تيمنا بمخترع آلة الطباعة الأولى وهو يوهان غوتنبرغ. تتميز الساحة بوجود تمثال ضخم يتوسطها. الرحلة الماراثونية التي لم تدم سوى من 8 صباحاً إلى 1 بعد زوال نقلتنا إلى حدائق أورانجي، الحديقة البرتقالية أورانجي بارك، أحد الحدائق الكبيرة الموجودة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. نحن الآن بحديقة لورانجي ممتزجة بطبيعة رائعة الجمال، حيث رسمت الممرات الأولى منذ قرنين من الزمن بتصنيف جذاب الأكثر اتساعاً في ستراسبورغ والأغنى بأزهارها. تعالوا نزورها معاً.
وهي من أقدم الحدائق في فرنسا، وتتمتع بتصميم رائع غني بالأزهار والأشجار المعمرة وأعداد كبيرة ومتنوعة من النباتات النادرة. هلا، السلام عليكم. ¿Dónde eres? Soy de Valladolid, España. ¿De Barcelona? No, de Valladolid. Okay. ¿Eres una turista? Soy turista. Vamos a hablar de este jardín. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Conoces este jardín? Sí, lo conozco bien. Okay. ¿Vamos a hablar? Vamos a hablar. Pues he venido aquí porque es el parque más grande que yo he conocido en Estrasburgo. Y tiene también algunas fuentes con algunas esculturas que había visto los moldes en el museo. Entonces tenía ganas de verlo. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Juárez. Merhaba, Salman. Salman Turki. Merhaba, bonjour, Yasmina. Donc, vous connaissez quelque chose sur le parc? Oui, ici c'est le parc de l'Orangerie qui est très fréquenté par les touristiques. Il est à peu près au centre de Strasbourg et c'est un très beau parc où tous les gens viennent se promener, passer du temps ici et même les gens qui se marient font beaucoup de photos ici, de photos de mariage. تشكرات سلمان تشكرات إدريم تركيش تشكرات إدريم. هذا إذن المسجد الكبير لمدينة ستراسبورغ الذي بني بتكلفة 10 ملايين أورو من هبات المحسنين. هو أيضا بني على مساحة 10,000 متر مربع وأصبح اليوم معلم سياحي يزوره العديد من السياح، وهو من تصميم الإيطالي باولو بورتوغيسي. تابعونا للتعرف عليه أكثر. Salam alaikum. Ici on est à Strasbourg et vous voyez ici la grande mosquée de Strasbourg. C'est la plus grande mosquée de la région d'Alsace et donc elle a été inaugurée il n'y a pas très longtemps de ça. Donc c'est une toute neuve mosquée et puis les fidèles peuvent venir prier ici de toutes les communautés et il y a une belle ambiance de cohésion entre les différents peuples ici. Et donc nous sommes très contents d'avoir cette mosquée très belle ici à Strasbourg. لا يمكن زيارة مدينة ستراسبورغ من دون الوقوف أمام البرلمان الأوروبي، وهو رائعة معمارية رائدة سميت على اسم صحفية فرنسية مناضلة في حقوق الإنسان، ودشنا من قبل الرئيس الفرنسي جاك شيراك. Hello. Where are you from? I am from Georgia. I came here this week. It's the first time I am in European Parliament. Georgia is my country and political part is the main part of social life there, and besides that I finished political classes, science, political sciences, and it's always great pleasure to come here in European Parliament to see European politics live and etc. You enjoy visiting the Parliament? Of course, I enjoy it very, 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 very much because it's very interesting for me. Yeah. Thank you very much. Enjoy it. Thank you very much. You're welcome. لم نفوت فرصة زيارة مقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ، تمت بمبادرة من جون ماري كوتنر رئيس مجلس بلدية مدينة شيلتيغم المجاورة،
حيث اكتشفنا أن المكان هو أكثر من مركز رسمي. إنه رائعة معمارية رائدة. شعرنا طيلة تجولنا في هذه المدينة وكأننا نركب عجلة من عجلات التاريخ تنقلك تدريجيا من العصور الوسطى إلى العصر الحديث. تعبر طريق يشبه الخيط الرفيع في وسط منطقة الألزاس في شمال شرق فرنسا. وترى أمامك جنة تربط مدينتين من أرقى مدن العالم، فرنسا وألمانيا. وقفنا أمام نهر الراين الممتد إلى الحدود الشرقية للمدينة الحديثة، ويحكي هذا النهر قصة مدينته التي ظلت بجواره عبر التاريخ لافتة أنظار العالم لطبيعتها. فلقد دمرت هذه المدينة في العصور الوسطى بسبب بعض الصراعات الدينية حتى تم تجديدها وإنشاؤها من جديد مع الحفاظ على آثارها التاريخية الجميلة، شاهدة على مقاومة أرضها للدمار وحب الأرض للعمار. إذ تباغتنا إطلالتها بنهرها الذي يسقي المدينة سحراً ورطوبة، بكاتدرائيتها التي أكسبتها شهرة واسعة. تعد مدينة كولون رابع أكبر مدن ألمانيا، وتقع في ولاية شمال الراين بين مدينتي دوستروف وبون. تميزت هذه المدينة الجميلة بماضي تدمره الحرب العالمية الثانية، وبحاضر يتميز بالتقدم والحداثة، وثالث أطول كاتدرائية في العالم، يزيد عمرها عن 770 عاماً. وفي عام 1996 اعتبرتها منظمة اليونيسيف موقعاً من مواقع التراث العالمية. في الحقيقة لم يكن لدينا متسع من الوقت لزيارة مدينة كولون، إلا أننا تمكنا من زيارة نهر الراين وكولونيا دوم التي تعني باللغة العربية كاتدرائية كولون. كولون هي مدينة من مدن ألمانيا. التي لا تزال النموذج الأجمل والأكثر نقاءً للكاتدرائية القوطية في كل العالم، والتي تعد أكثر موقع سياحي استقطاباً للزوار في العالم، إذ أنها تجذب سنوياً أكثر من 600 ملايين سائح. Hello. So what's your question? My question, are you a tourist? Actually, no, we're not a tourist, but we just moved here shortly ago to work here. Okay. You know something about the dam? I know that this is like the most beautiful building in the whole Europe. Okay. How about you? Well, it's really, really old and it got damaged in the Second World War. But I think they spend a lot of money to make the building great again, so that it looks great. You know, that's what I know. You are a tourist living here? I also live here, yes. But first for about half a year. So you enjoy? It's great, yeah. Thank very you. Nice. Okay. Thank you very much. Thank you. أنهينا الزيارة الماراثونية التي كانت في الحقيقة زيارة عمل قبل أن تكون سياحية، إلا أن جمال الطبيعة عرف كيف ينزع عنا التعب.